تشيكي. مرحبا يا أطفال، سنرسم فراشة جميلة اليوم. لنبدأ بجناحها، جسمها صغير، جناح آخر والهوائيات، كان ذلك سهلا. دعونا نضيف التفاصيل الجميلة أيضا، خطوطا متعرجة، دوائر صغيرة. واو، تبدو رائعة. وقت للتلوين، لنبدأ بالذهبي الجميل ولون به الجسم وبعض التفاصيل أيضا. بعض الأحمر، والأخضر، أزرق جميل، وهنا يأتي الوردي. لنلون بالبنفسجي. بعض التركواز الآن، دعونا ننهيها باللون الأرجواني. فراشة ملونة وساحرة للغاية. مرحبا يا أطفال، على استعداد لرسم قطة صغيرة لطيفة؟ هيا نبدأ. ابدأ بالقوس، أذنيها مثلث صغير ودائرة لوجهها. دعونا نرسم العيون والأنف الصغير اللطيف. ارسم مستطيلاً للجسم القطة وخطاً متقاطع سيكون ثوبها، خط مستقيم للساقين والآن الذراعين، شعيرات على كلا الجانبين. انتهينا، كان ذلك سهلاً. دعونا نعطي مظهراً لطيفاً. تدا، تبدو قطة جميلة. دعونا نستخدم الوردية لفستانها. استمر بضربات لطيفة وأنيقة. أليست قطتنا لطيفة للغاية؟ الطوق الأحمر سيبدو جميل. وأنف أصفر لطيف. ها هي قطتنا، أتمنى أنك استمتعت. مرحبا يا أطفال، فلنقم برحلة إلى مدينة الخيال اليوم، لأننا سنرسم وحيد القرن. أولا ابدأ بالجسم والأذنين والعين المستديرة الكبيرة، رائع. الآن ارسم الشعر والقرن السحري. مرحى، لنرسم قرناً سحري. وأنف صغير لطيف. الآن منحنى كبير لبقية الجسم، الأرجل الأمامية
والأرجل الخلفية، وأخيراً ذيل كبير منفوش. لقد قمنا بعمل جيد. حان الوقت لمنح تحفتنا مظهراً رائعاً وأنيقاً. يبدو رائعاً، استمروا. هنا يأتي السحر الحقيقي. لنلون. أولاً اللون الأرجواني، ثم الأحمر، البرتقالي، وبعض الأصفر أيضاً، أخضر جميل، أخضر أغمق أيضاً، وأخيراً الأرجواني. كم هو جميل مظهر وحيد القرن! دعونا نستخدم الأزرق للقرن. يمكننا استخدام الوردي للحوافر. ألا تستمتعون يا أطفال؟ لنلون الذيل الآن. ابدأ بالأحمر، ثم بعض البرتقالي، الأصفر، أخضر فاتح، والأرجواني. مرحى! أضف بعض اللمسات النهائية باللون الوردي الجميل. ها هو يا أطفال، وحيد القرن الأكثر سحراً على الإطلاق. أتمنى أنك وجدت الكثير من المرح في التعلم. أراك المرة القادمة. مرحباً يا أصدقاء، اليوم سنتعلم كيفية رسم فرس النهر. رائع! باهر، ابدأ برسم المخطط. خط متعرج، عد من القاع لرسم ذيل. نبدأ من الجانب الآخر الآن، ثم سنرسم الأنف والرأس، ثم سنرسم زعانف. إنه جزء يشبه الجناح. لننتهي من الطول، نستطيع البدء برسم تفاصيل الوجه، لذلك نرسم العين، ثم الهيكل على الظهر كأنه ظهر شائك، وبعض الخطوط المتعرجة، اللمسات الأخيرة، الخطوط على البطن، ثم يمكننا أن نرسم بعض الطحالب حولها حتى يعيش فرس البحر بشكل طبيعي في الطحالب والشعاب المرجانية. لنقم بتحديد المخطط بهذه الطريقة حتى تبرز الألوان عند التلوين، والطحالب أيضاً. سنقوم بتلوين الجسم الرئيسي لفرس البحر بالأصفر. يمكنك استخدام اللون الذي تحبه إذا أردت. هل تعلم أن فرس البحر موجود في المياه المالحة الضحلة الموجودة عبر العالم؟
إنهم يعيشون في مناطق محمية مثل الأعشاب البحرية ومصبات الأنهار والشعاب المرجانية وأشجار المانغروف. يمكنك أن تجدهم في مياه المحيط الهادئ من أمريكا الشمالية إلى الجنوبية. يمكنك أيضاً أن تجدهم في جزر البهاما. تم العثور عليهم في المياه الأوروبية أيضاً، وحتى في البحر الأبيض المتوسط، ولقب بفرس النهر بسبب مظهره الذي يشبه الحصان، وجه حصان وجسد مخلوق بحري. هل تعلم أنه يأتي من كلمة يونانية قديمة؟ هيبوكامبوس. هيبوس تعني الحصان، والكامبوس يعني وحش البحر، لأن له رأس ورقبة توحي بوجود حصان، ومميزات أخرى كالدروع الحامية والظهر الشائك والذيل المجعد. الآن نلون الظهر بالوردي. نحن نحب الوردي مع الأصفر. بأي لون تفضل تلوين فرس النهر خاصتك؟ ربما يمكننا جعل ظهره متعدد الألوان. يمكنك أن تستخدم لوناً جديد في كل خط شائك، سيكون هذا رائعاً. يمكنك فعل الشيء نفسه على البطن. بطن مخطط متعدد الألوان، البرتقالي. أعتقد أن فرس البحر يتساءل ما الذي يحدث. يقول: ما هذه الألوان على بطني؟ هل تعلم أن أحجام فرس البحر تتراوح من 1.5 إلى 35.5 سنتيمتر؟ هذا نطاق كبير. يجب أن أعترف أنهم مخلوقات جميلة جداً. هل سبق لك أن رأيت واحدة حقيقية؟ لنلون الأنف بالبرتقالي كذلك، لنظلل خطوط البطن. نحن نحب تأثير التظليل. برتقالي داكن هنا. وقت تلوين الزعانف الذي يشبه الجناح قليلاً. البرتقالي هنا يتناسب مع لون البطن. مجدداً، يمكنك اختيار أي لون تحبه، وحتى تقسيم كل جزء بلون مختلف. نحن نستخدم أقلام رقيقة حتى نتمكن من التظليل بعناية بين السطور. برتقالي داكن على الخطوط. خلاب، انظر إلى ذلك. وقت تلوين الطحالب. أخضر بالطبع، هذا يمكن أن يكون من الطحالب. أليس الأخضر يجعل فرس النهر رائعا؟ تبدو جميلة بجانب البرتقالي والأصفر والوردي. قد تكون هذه طحالب، أو يمكن أن يكون مرجاناً، حتى الأعشاب البحرية. الآن بعض الأزرق للمياه، وبعض الفقاعات. إنها اللمسات الأخيرة التي تصنع الفارق، وها هو فرس البحر! أهلاً يا أطفال، استعدوا لتكونوا مبدعين، لأننا سنرسم ونلون فن الأظافر. لنبدأ برسم مربع، والأظافر، والأصابع. لنفعل الشيء نفسه على الجانب الآخر. رائع! لدينا صفان من الأصابع أمام بعضهما. لنرسم التصميمات الآن. قلب بخطوط، ثم نجم. لنرسم مثلثات لهذا. زهرة صغيرة لطيفة. ولهذا بعض الأمواج. وللأخير خطوط متعرجة. والآن نلون. الأحمر للقلب، الأصفر،
أزرق، أخضر، وخطوط وردية. بعض الوردي هنا أيضاً، ونجمة صفراء، واللون الأرجواني للباقي. ابدأ باللون البنفسجي للمثلث، ثم أخضر. لماذا لا نستخدم الأزرق أيضاً؟ أصفر، وأخيراً بعض الوردي. رائع! التالي الخطوط المتعرجة. لنبدأ بالأخضر، بعض الوردي، وأخيراً بعض الأصفر. والآن خط أصفر متعرج، أحمر، برتقالي، أزرق، والأخضر، وآخر واحد هنا، وردي جميل للزهرة. خلفية صفراء. بعض الأحمر والأخضر للخطوط والأزرق لمنتصف الوردة. دعونا نلون الأصابع بلون الخوخ. واو! إنه يجعل الأصابع تلمع. ألم تستمتع بتلوين هذه الأظافر؟ أيهم المفضل لديك؟ أعجبتني الممتلئة بالمثلثات، وكذلك ذات القلب والنجمة والخطوط المتعرجة والأمواج. أعتقد أني أحبهم جميعاً. نوشك على الانتهاء. ها هي أظافرنا الملونة. وداعاً. مرحباً يا أطفال، لنتعلم كيف نرسم قلعة اليوم. ابدأ بمدخل القلعة، سنضيف جداراً إلى اليمين واليسار أيضاً. عمل عظيم! الآن دعونا نضيف برجاً بقلب صغير في الأعلى بالنسبة للبرج الرئيسي لنجعله أكبر، ونضيف نافذة أيضاً. دعونا نرسم برجاً أصغر مرة أخرى، وانتهينا. لنلون بألوان جميلة لامعة، التركواز أولاً وبعض التركواز أيضاً، ذهبي، تماماً مثل ذلك، ذهبي جميل لجدارنا المركزي الكبير، والأحمر للبوابة. البرتقالي للقلب، ثم الأرجواني، ذهبي، أخضر، وردي غامق، والوردي الفاتح أيضاً، وبعض التركواز، والذهبي مجدداً. الآن إلى المرحلة التالية، الأزرق أولاً ومرة أخرى، أرجواني، ذهبي، أخضر، وردي غامق، استخدم الأزرق، والوردي الفاتح أيضاً.
دعونا نستخدم اللون الوردي الداكن لبقية أجزاء البرج. نحن على وشك الانتهاء يا أطفال، دعونا نكرر نفس الألوان مرة أخرى. وانتهى برجنا. لا تنسى النافذة، استخدم الأزرق والذهبي. واو، لقد قمنا بعمل رائع. ها هي قلعتنا السحرية. مرحبا يا أطفال، هل تعرفون أوريال حورية البحر؟ هل ترغبون في صنع حورية البحر اليوم؟ نعم، لنفعلها. نبدأ بجعل شعرها طويل ووجهها. كان ذلك بسيطاً، أليس كذلك؟ ارسم عينيها وفمها. هل أنت معي؟ الآن لنجعل لها جسداً. أتمنى لو كنت حورية البحر، ستكون الحياة ممتعة للغاية عندما تعيش تحت الماء. حوريات البحر لها ذيل، لنصنع ذيل. هل أصبحت حورية البحر جاهزة؟ لنرسم لها أصدقاء. وطحالب. تدا! رسمتنا جاهزة، لنعطيها مظهراً أنيقاً. لنستمتع ببعض المرح ونلون. لون جسدها ووجهها بلون البشرة. حلمت أنني حورية البحر رغم ذلك. ارسم شعرها باللون الوردي.
والأزرق للذيل. لون الفقاعات لا تنسى أن ترسم الأصداف باللون البرتقالي. استمر في الرسم. لون العشبة بالأخضر. وبعض الأصفر والأخضر للأسماك. لون القلادة بالأزرق. حورية البحر جاهزة للمحيط. أتمنى أنكم استمتعتوا يا رفاق. مرحبا يا أطفال. لنصنع ألغازا بأشكال مختلفة، لنبدأ مع لغز في دائرة. اصنع 4 ألغاز بداخله. هذا سهل، أليس كذلك؟ لنلونها. لنستخدم الألوان مثل الأحمر والأصفر والأزرق الداكن والأخضر. الآن لنجعلها مربعة. ونستخدم اللون الأصفر. الوردي. والأرجواني. والأزرق المخضر لتلوينها. هل انتهيت؟ لنصنع قلباً ضخماً والألغاز بداخله. يمكن تلوين القلب بالأحمر والبرتقالي والسماوي والأخضر وآخر شيء هو نجم. لنصنع نجمة. ولونها باللون الأصفر والأزرق الداكن
والأرجواني؟ والأخضر؟ حسناً، هذا كل شيء. أتمنى أنك استمتعت. مرحباً يا أصدقائي، اليوم سنرسم حقيبة يد، ومن السهل القيام بذلك. ها نحن. حسناً، انتهينا من الحقيبة، والآن اليد. الآن ارسم نصف دائرة لليد، تماماً مثل هذا. والمشبك يكاد ينتهي، حان وقت مرح التحديد. جاهزون للتلوين؟ أولاً لنستخدم بعض الوردي. لون لون، لونها كلها بالوردي. رائع، تبدو جيدة. ثم سنقوم بتلوين هذا الجزء بالوردي الداكن. تأكد من ترك المشبك. مشرقة وجميلة. والآن في الجزء السفلي من الحقيبة، لون لون كلها. وبرتقالي للجوانب، وبعض الأحمر هنا أيضاً. واو، بعض الأزرق. وبعض الأصفر. لنلون اليد بالأخضر. أوشكنا على الانتهاء. ياي، حقيبة يد تبدو رائعة. مرحبا يا أصدقاء، كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. اليوم ستتعلموا كيف ترسم أميرة جميلة وتلونها. أوه، يا للروعة. لذلك قمنا برسم الشعر والوجه. نرسم الآن ملامح الوجه، الحاجبان، العيون، وبعض الرموش الجميلة هناك، والحدقتان. جميل، أنف لطيف صغير، وفم مبتسم. لنرسم رقبتها وكتفيها. نرسم طوقاً لفستانها الجميل، والجزء العلوي والحزام، ذراعيها ويديها. إنها ترتدي قفازات جميلة. وانظروا إلى هذا الشيء الرائع، تسريحة لطيفة أيضاً. حان الوقت لرسم باقي الفستان. سنرسم بعض الطبقات المكشكشة، لأن الأميرة يجب أن يكون لديها زخرفة. ها هي.
نزيد سمك الأطراف. الأطراف السميكة تجعل الألوان بارزة عند التلوين. ممتاز! سنبدأ بالأصفر. كونوا شديدي الحذر باستخدام فرشاة طلاء رقيقة للتلوين داخل الخطوط السميكة وحولها دون تجاوز الحاجبين والرموش والعيون عن طريق الخطأ. لذا ينبغي استخدام فرشاة ذات الرأس النحيف جداً للالتفاف حول ملامح الوجه، وبعد ذلك يمكنك استخدام فرشاة أكثر سمكاً. جميلة! يجب أن أقول أنها لا تبدو سعيدة جداً. تلوين العنق، ها هو، والذراعين، باهر، اللمسات الأخيرة من هذا اللون. الآن سنقوم بتلوين شعرها وسيكون لونه بني. هل يمكنك التفكير في أي أميرة ذات شعر بني؟ ربما من شخصيات ديزني. تفكر في من؟ ربما سنو وايت؟ كانت أميرة بالفعل. رابونزل؟ لا، كان لديها شعر أشقر، كان شعرها أصفر. ماذا عن الأميرة ياسمين وعلاء الدين؟ أو ربما الجميلة والوحش؟ كانت نوعاً ما أميرة. من هي أميرتك المفضلة؟ إطلالة جميلة وناعمة. الرسم بعناية بين الخطوط السوداء مجدداً. وإذا أردتها أن تكون ملفتة، يمكنك رسم ظلال بنية في شعرها لتبدو وكأن النور ساطع عليها. خطوط صغيرة من اللون البني الفاتح والداكن. يمكنك تفتيح هذا اللون عن طريق مزجه بقليل من الأبيض، أو مزجها مع أسود ليصبح داكناً. هذه طريقة بسيطة لطيفة لتلوينها. آخر قطعة من الشعر. ويمكنك دائماً استخدام أقلام التلوين أو الطباشير الملون أو أقلام الرصاص إذا كنت لا تحب الطلاء. ها هي، وقت ممتاز لتلوين الفستان. وردي مشرق للكتف. جميلة! ما اللون الذي يعجبك؟ قفازات وردية تتماشى معها. دعنا ننظر إلى الألوان التي لدينا. لدينا اللون الوردي الفاتح والأصفر، ولون أخضر وبرتقالي أيضاً. إذن بأي لون نطلي باقي الفستان؟ أية أفكار؟ لنلون الحزام ما عدا الجزء الأوسط ليتماشى مع القفازات والكتف. يمكننا تلوين الجزء السفلي من الفستان بالوردي أيضاً. وردي فاتح جميل. واو، هذا مشهد رائع. يمكنك بالطبع اختيار أي لون تحب، لكن الأفضل أن تتناسب الألوان مع بعضها تماماً كما فعلنا هنا. باهر، أحسنت. الأخضر لرباط الشعر. تبدو جميلة مع اللون البني، أليس كذلك؟ والأخضر مجدداً للنصف العلوي من الفستان. استمر، أنت تقوم بعمل رائع. ويمكنك طلاء طبقة أخرى لجعله يبدو داكناً أو فاتحاً. يمكنك حتى أن ترسم أشكالاً على فستانك، ربما بعض الخطوط أو المتعرجة أو حتى النجوم أو القلوب. هذه الألوان الزاهية تجعل الفستان براقاً حقاً. الوقت المناسب لتلوين العيون. أنا أعرف، لنجعل العيون زرقاء.
خلاب، ونترك بقعة بيضاء صغيرة هناك ليبدو وكأنهم يلمعون، والأزرق في منتصف الحزام. الفم الآن فقط اللسان، سيكون ذلك باللون الأحمر. ها هي الأميرة الجميلة. مرحبا يا أصدقاء، اليوم سنتعلم كيفية رسم الفاكهة. ما هي فاكهتك المفضلة؟ أنا أحب الكرز، لذلك سأرسمه أولا. اثنين من الكرز جنبا إلى جنب، يبدو تقريبا على شكل قلب لكن مستدير قليلا. بعض السيقان والأوراق، كان ذلك سهلا. الآن بعض الخطوط الطويلة للموز، نرسم ثلاثة في مجموعة. التالية هي تفاحة، تشبه الكرز قليلا مع الانبعاج في القاع أيضا، وبالطبع أكبر من ذلك بكثير. شكل الكمثرى، نعلم جميعا كيف يبدو شكل الكمثرى، هل هذا صحيح؟ وشريحة بطيخ، هذا صحيح. نرسم قاعا متعرج ومثلث في الأعلى مع بعض البذور. أخيرا وليس آخرا، سنرسم عنقود عنب. نبدأ من الورقة المتعرجة والجذع، وبعد ذلك الكثير من الدوائر بجانب بعضها هكذا تماما. ها هي وقت التلوين. أوه، سنلون الأوراق بالأخضر والأحمر. هل تحب الكرز؟ أنا أيضا. جميل. التالي سيكون الموز، أصفر لأنه سيكون موز ناضج وشهي. هل حاولت الحصول على موزة بالعسل؟ إنها لذيذة خاصة في شطيرتين. البني لنهاية الموز والساق. الآن أخضر لأوراق التفاح والأحمر للتفاحة. بالطبع يمكننا تلوين التفاح بألوان مختلفة حتى تتمكن من اختيار اللون الذي تحبه، لكننا نلون التفاح الأحمر للعصير. حان الوقت لتلوين أوراق الكمثرى. نلون الكمثرى بالأخضر الفاتح. لون بحذر بين الخطوط. وانتهينا. ها أنت ذا. التالي هي شريحة البطيخ. أوه، لذيذ. أحب أكل هذه في يوم صيفي حار. الأخضر للحافة. أخيراً وليس آخراً، سنلون عنقود العنب بالبنفسجي. وللعنب ألوان مختلفة أيضاً، أحمر، أسود، أخضر فاتح وداكن، حتى تتمكن من اختيار المفضل لديك. أنا أحب الداكن أكثر لأنه لذيذ. المزيد من التلوين. والآن لنلون الورقة. يا لها من ورقة جميلة. إذا كنت قد استمتعت بالرسم وتلوين هذه الثمار، يمكنك الذهاب إلى المنزل. لماذا لا تحاول مشاركة الفيديو ليتعلم غيرك؟ حظاً سعيداً! اشترك في القناة لمشاهدة المزيد. فن تشيكي.